جمل بنسمعها كتير في سوق العمل وتقريبا بقت من الحاجات المعروفة جدا، زي ان يقول لك الشغل مش بيقف على حد، او لو عايز تمشي امشي وهنجيب اتنين بمرتبك، او هيقول لك الصف طويل وراك، لو مشيت في 10 يتمنوا مكانك. الجمل دي قاسية وشديدة، بس هي فيها جزء من الصح. هو فعلا الشغل مش بيقف على حد، بس برضو في ناس صعب جدا استبدالهم، الشغل هيكمل من غيري. لكن لو ما تعرفش يعني ايه انه غياب شخص معين بمواصفات معينة ممكن يأثر بشكل كبير جدا في المؤسسة اللي هو كان جزء منها، يبقى انت غالبا ما تعرفش يعني ايه شخص عنده علامة شخصية. خليك معنا النهاردة. يا مرحب في شغل عالي، ومرحب طبعا بالجمهور الجميل اللي موجود معانا النهارده في الاستوديو. انا اكتشفت النهارده معانا اصغر واحده اصغر اعضاء الجمهور هو استاذ عبد الرحمن سليم، ضيفنا في الحلقه النهارده. اهلا بيك. النهارده احنا بنتكلم عن حاجه اعتقد انه عدت علينا، او اقول لك هي غالبا ما عدتش عليك بس انت عايشها من غير ما تاخد بالك. فاكرين الجمله دي اللي سمعناها غالبا من حد نعرفه لما يقول لك انا مش عايز يبقى عندي مدير يتحكم فيا، انا عايز ابقى حر. الجمله دي كانت سبب في انه ناس كتير تسيب وظايفها الثابته وتبدا رحلتها في عالم المشروعات الصغيره مثلا، او ان ناس تانية تقرر تشتغل كفريلانس فما تبقاش مرتبطه بمواعيد عمل محدده، مش عايز مدير. وطبعا فكره انك تسيب شغلك المستقر عشان تبقى مدير نفسك وفي الاخر ما تتوفقش مثلا لمجموعه من الظروف، معظمنا بيسميها حظوظ، لكن هي الفكرة في الآخر إنه ما ينفعش تقول عشان ما يبقى ليش مدير. هو في الغالب أنت محتاج يبقى لك يا إما مدير أو تختار أنت تبقى مدير نفسك. إحنا دايماً نقول كده، ما هي مش فارقة أحمد زي الحاج أحمد. أنا النهاردة عايز أحكي لكم حكاية الفرق بين أحمد والحاج أحمد. آخر مرة اشتريت علبة عصير كانت إمتى؟ إيه؟ من شوية. اخترت علبة العصير اللي مغذية أكتر واللي فيها فيتامين A أكتر، ولا اللي شكلها أحلى؟ دي إجابة صدقنا. لو أنت ما تعرفش الاتنين بتختار اللي شكلها أحلى ولا بتبص على اللي شكلها أحلى، مش كده؟ آخر مرة اشتريت مثلا جزمة مريحة، في الجزمة الرياضية المريحة دي، لو عندك الاتنين بنفس السعر هتختار اللي العلامة التجارية بتاعتها مشهورة ولا النوع اللي أول مرة تشوفه؟ المشهورة، مش كده؟ الأمثلة دي أمثلة زيها كتير طبعاً لقوة العلامة التجارية. قد إيه لطيف جداً إن يكون الشكل أو العلامة دي مرتبطة على طول في ذهني بحاجة أنا عارفها، باستخدام أو بميزة أو بجودة. وصاحبنا بتاع العصير ده الفكرة كمان اللي بتقول لك قد إيه التسويق ده عالم مبهر، لأنه أنا ممكن اختياراتي تتبني على حاجة شكلها حلو. هنرجع نتكلم في الجودة، بس ده عالم مبهر جدا، لأن الحاجة دي لو شكلها حلو ومتقدمة لي بشكل كويس في الغالب هتتحكم في اختياراتي. طب تعالوا نكمل مع بعض في الفكرة دي. لو حطينا صورة ل دكتور مجدي يعقوب هيجي في بالنا إيه؟ علامة تجارية صح؟ ايه؟ القلب، الطب صح؟ دكتور احمد زويل، محمد صلاح، كورة صح؟ ففي حاجة اسمها علامة تجارية، وفي بني ادمين لوحدهم هم علامة شخصية. يعني باختصار كل واحد فينا ماشي وفوق دماغه في يافطة بس مستخبية، محدش يعرفها عنها حاجة. أنا مش شايفها، لكن كل الناس اللي قدامي شايفينها. اليافطة دي مكتوب عليها شوية عناوين رئيسية، أولها أنت مين؟ وتانيها أنت بتقدم إيه؟ وتالتها بتقدمه ده حلو ولا لأ؟ كل التفاصيل دي مكتوبة عني من غير ما أعرف. معظمنا ما يحبش قوي إنه حد يتكلم عليه وهو مش موجود، صح؟ العلامة اللي مكتوبة أو اليافطة دي هي في الغالب اللي الناس بتقوله عليا وأنا مش موجود. يعني بالمناسبة مش لازم تبقى وحشة، إحنا عندنا فوبيا من الحكاية دي، أو عندنا فوبيا وما تعلمناش إن أنا
مركز قوي في اللي مكتوب عني او اللي بيتقال عني وانا مش موجود. دي احنا بمصر في المصري كده بنسميها ايه؟ لا مش نميمه. في حد قالها؟ سمعه. السمعه يعني هي الحاجه اللي بتتقال عني وانا مش موجود في الاوضه. السمعه بننفعل قوي لما حد يجي بسيره سمعه حد. بالمناسبه دي حاجه مش عيب، دي حاجه احنا بنبنيها على مدار السنين، انه ما يقال عليا وانا مش موجود في الاوضه دي سمعتي، او هي دي اليافطه الشخصيه اللي هو شايفني بيها كمان وهو بيتعامل معايا. في واحده من الشركات ابتدت الشركه ودخل في يوم واحد 2 من الموظفات، لانها كانت شركه بتهتم قوي بتمكين المراه. الاولى قالت انا مش بعرف اعمل حاجه، بس انا غالبا نفسي فرصه. فالاولى اللي طلب اللي قالت مش بعرف اعمل حاجه، في الغالب دي اوحش جمله تتقال في اي انترفيو او اي شركه، لكن حظها كان كويس لان المسؤول عن التوظيف وقتها قالت لها طيب نجرب. فاديتها مهمه صغيره فعملتها كويس، بعدين مهمه كتابه تقارير فعملتها كويس، وبعدين اخذت مسؤوليه اكبر فعملتها كويس، وبعدين قررت المسؤوله دي انها تختبرها فتكلفها بحاجه كبيره فخلتها تتواصل مع العملاء فعملتها كويس. المهم يعني قصه باختصار، القصه السعيده الرومانسيه اللي احنا بنحبها، ان البنت دي كبرت جدا في المكان ده وبقت واحده من شركاء النجاح في الشركه وبقت من اهم الناس الموجودين في الشركه دي، رغم انها ابتدت البدايه الغلط بتاعه انا ما بعرفش اعمل حاجه. في واحده تانيه دخلت في نفس اليوم، بس هي قالت وهي بتعمل الانترفيو انا شايفه ان عندكم المشكله الفلانيه وانا عندي حل للمشكله دي، وانا شايفه ان انا عندي اقتراح نقلل بيه المصاريف بتاعه الشركه، وانا شايفه ان انا كمان اقدر اساعد في التسويق لمنتجات الشركه. قالت الثلاث حاجات اللي هما بيمثلوا ثلاث مشاكل عند الشركه وعرضت الحل. القصه تخلص ازاي؟ تتعين برضو صح. الحياه فيها اختيارات كتير. البنت دي كمان كانت جزء من الشركه وبعد سنين برضو بقت من اهم الشركاء. بحكي لكم القصه دي ليه؟ لانها بتقول ان مفيش ثوابت قوي في فكره التعيين والتوظيف، لكن بتقول ان كمان انه في فروقات كبيره بين الناس وبعضها، انه احنا في الغالب دايما مستنيين القصه الرومانسيه الاولانيه بتاعت انا ما بعرفش اعمل حاجه وانت ساعدني. فاحنا طول الوقت عايزين القصه الرومانسيه دي، انا ما بعرفش بس انت تساعدني، وانا ما عنديش فكره بس انت علمني او اديني فرصه، وده مهم جدا في سوق العمل. بس الحقيقه انه القصه الاكثر تكرارا هو ان انا لازم اكون انا في حد ذاتي علامه، انا عندي حلول. العلامه الشخصيه او العلامه التجاريه الشخصيه بيسموها البيرسونال براند، حاجه بتتبني على مدار سنين من الوعي والفهم للي احنا بنعمله. زي ما اتفقنا هي اللي الناس بيقولوه عليك وانت مش موجود. وهيجي هنا وقت السؤال، يعني اعمل ايه عشان يبقى ذكر اسمي مرتبط بحاجه مميزه بعملها او بقدمها، او ذكر اسمي مرتبط بحاجات ايجابيه، او عشان ابطل اخاف لما يتكلموا عليا وانا مش موجود في الاوضه. دي قوه العلامه الشخصيه. لو انا متاكد جدا من حاجه انا عملتها على مدار وقت طويل، اعتقد هبقى مطمن جدا لكل اللي بيتقال عني وانا مش موجود. العلامه التجاريه الشخصيه بتحصل بشويه حاجات كتير قوي قوي، بشجعكم يعني تقروا عنها. بس مثلا من سلوكك اليومي المتكرر، الحاجه اللي انا بعملها كل يوم علامه شخصيه لي. يعني لو انا بقول صاحبي الرياضي، صاحبتي الفرفوشه، عارفين الحاجات دي؟ مش كل واحد فينا ليه اسم حركي كده؟ فلو هو كل يوم ده سلوكه وده ادائه، فينفع اقول السلوك اليومي المتكرر علامه شخصيه. سمعتك المهنية، سمعتي في الشغل، يعني ممكن وأنا في مكان العمل أقول فلان الملتزم، صح؟ رشا الدقيقة، محمود المركز، مش عارف مين اللي بيعيد. في ناس كل واحد مسؤول عن حاجة بتتكرر. تقديمك للخدمات بتاعتك كحلول، يعني أنا مش لازم طول الوقت أبقى أنا مطالب إن أنا أروح أطلب شغل. أنا في الغالب لو أنا شاطر قوي في حاجة معينة، حتى لو كانت حاجة قد كده، أبقى أنا اللي بقدم حل للأماكن اللي بروح. ودي واحدة من المهارات اللي بيعلموها كمان للناس في الانترفيو، ما تروحش تقول هتدولي إيه، روح قول أنا عندي حل في كذا، أنا علامة تجارية. حاجة من الحاجات المهمة قوي عشان أكون أنا علامة مميزة
يبقى عندي كمان شبكة علاقات. يعني أنا ببقى عندي خلاص أنا شاطر في حاجة ومعروفة عني الحاجة دي، أنا كمان محتاج الحاجة دي تتشاف. فالنصيحة الأهم أني أكون موجود في الأماكن اللي تشبه الحاجة اللي أنا عايزها. مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك واحدة من الحاجات اللي بتحكم على البراند بتاعك. أنت مين وبتقول إيه وبتتكلم في إيه والموضوعات اللي بتهمك. الشركات أحياناً بتعرف تحكم على الأشخاص أو بتشوف هويتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتاعك، فاللي احنا معتبرينه هزار وضحك ممكن يكون سبب في الحكم علينا أحياناً. وأخيراً عشان أبقى براند لازم يبقى عندي حاجة أنا متحمس ليها طول الوقت، فحماسك لمشروع أو لفكرة ممكن يبقى جزء من هويتك العملية. الفرق بين الترند والبراند فرق كبير جدا، لكن اللي عاوزة أطمنك عليه أنه لو أنت براند، افتكر بس اللي كنا بنقوله في أول الحلقة، صعب جدا أنك تستبدل أو يتم الاستغناء عنك، لأن دورك مهم ومؤثر.